وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، بعد التحية، تواصل مصر جهودها على مسار تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار بالتواصل مع الأطراف الإقليمية والقوى الدولية، وهو ما يتضح من حرص قادة العالم على التواصل مع القيادة المصرية والاستماع لوجهة نظرها. كيف تقيم وترى هذه الجهود؟ اهلا بك يا استاذ يوسف، واهلا بالدكتوره دينا وبمشاهدي التلفزيون المصري. طبعا دعني اؤكد لك ان منذ اللحظه الاولى بتتحرك الدوله المصريه من اجل وقف العدوان والعمل وبشكل كبير مع شركائها الاقليميين والدوليين لتوفير الحمايه اللازمه للشعب الفلسطيني وايصال المساعدات الانسانيه العاجله لكي يعيش هذا الشعب الذي يتعرض لكل انواع الجرائم، جرائم اباده جماعيه، عقاب جماعي، تهجير قسري، هدم منازل، هدم بنية تحتية، وقوع الكثير من الضحايا. وبالتالي الدولة المصرية تحركت على هذا المسار، وهذا ليس بدور جديد على الدولة المصرية، ولكن منذ تولي الرئيس السيسي لسلطة الحكم في العام 2014 تعرض قطاع غزة لأكثر من 6 اعتداءات متكررة لم تنجح أي دولة في العالم في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة في هذه الحروب إلا الدولة المصرية. وتحركت بشكل كبير من خلال مفاوض جيد وحكيم ورشيد يعلم خطورة استمرار هذا الصراع بشكل كبير، وبالتالي شاهدنا التهافت الكبير من القوى الدولية سواء الأمريكية، إيطالية، فرنسية، غيرها من الدول الكبيرة، كندا، ألمانيا، كلها الدول والتي لديها علاقات استراتيجية مع الدولة المصرية بالتهافت على أن تكون هناك دور حقيقي للدولة المصرية في التوصل إلى وقف إطلاق النار وفتح مسارات تفاوضية جديدة بعيدا عن الرؤية القديمة التي أكدت مرارا وتكرارا الدولة المصرية أنه لا سلام ولا أمان لإسرائيل إلا بإقامة دولة فلسطينية عادلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية. مصر أعلنت بوضوح خلال اليومين الماضيين موقفها إزاء التطورات في الأراضي الفلسطينية، وخصوصا تجاه مسألة التهجير، وحذرت من خطورة هذا المسار على القضية الفلسطينية وأمن واستقرار دول المنطقة، وأن التأخر في حل القضية ربما يدعو الأطراف إقليمية أخرى للدخول في هذه الحرب وهذه النزاعات. كيف ترى موقف دول العالم من هذه النقطة تحديدا، نقطة التهجير؟ يعني في ظني وتقديري أن الدولة المصرية دائما ما كان لها نظرة استباقية لهذه الأحداث، لأن استمرار هذه الأحداث بهذا الشكل هو ما أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن من انسداد أفق سياسي وتحول الصراع إلى صراع عسكري على الأرض وعمليات متبادلة، في ظل أن المقاومة الفلسطينية كبدت قوات الاحتلال الإسرائيلي هذه المرة الكثير من الخسائر وأصبح لها أنياب حقيقية تؤلم الجانب الإسرائيلي، هذه من ناحية. من ناحية أخرى أن إسرائيل تسعى وبشكل كبير إلى تنفيذ مخططاتها الشيطانية في محاولة تهجير قسري لشمال قطاع غزة اللي بيقدر عدد سكانه شمال القطاع حوالي 1.1 مليون نسمة، والاتجاه بهم إلى جنوب غزة، ثم بعد ذلك التحرك باتجاه سيناء والضغط عليهم بكل الوسائل الغير شرعية والغير قانونية لتهجيرهم إلى سيناء. ولكن الدولة المصرية كانت واضحة وحاسمة في التعامل مع هذا الملف، وقالت بالحرف الواحد أن السيادة المصرية غير مستباحة، أن الأمن القومي المصري يعني خط أحمر، ولا يمكن أبدا أن تسمح مصر للمخططات الإسرائيلية بالقبض على السيادة المصرية، وسيتم التوجيه أو مواجهة ذلك بكل حسم، وبالتالي رؤية حقيقية مصرية وتنسيق هذه المواقف مع الإدارة الأمريكية لكي تعود القضية المصرية مرة أخرى إلى سدة المشهد الدولي، ولكن من خلال آليات جديدة، وده اللي أكدت عليه الدولة المصرية من خلال دعوتها لعقد قمة إقليمية ودولية السبت القادم، وترحيب كبير جدا من كل دول العالم للمشاركة في هذه القمة. هذه القمة سيكون لها مخرجات محددة، سيكون هناك محاولة وجود آليات للتنفيذ على واقع الأرض، العمل على خفض التصعيد وإنهاء حالة الحرب على قطاع غزة، سعي بكل قوة إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين، لأن إسرائيل يعني ثبت بالدليل القاطع الحاسم أنه لا أمان ولا استقرار لدولة إسرائيل إلا بإقامة دولة فلسطينية عادلة. في سياق حديثك دكتور حامد عن القمة المرتقبة، وهناك زخم سياسي في العالم في كل المؤسسات الدبلوماسية على مستوى العالم، في رأيك هذه المرة هل
ستسفر هذه المباحثات أو هذا الزخم السياسي أو الحراك السياسي الدائر الآن عن اختراق لملف الأزمة الحقيقي والذي أشار إليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو أن الأزمة مستمرة منذ زمن ويجب التعامل مع أصل هذه الأزمة؟ يعني رؤية مصر هي دائما رؤية صائبة، يعني القيادة السياسية أشارت بشكل واضح أنه لابد من البحث في أسباب وصول هذه الحالة إلى ما نحن عليه الآن، في ظل وجود الآن يا أستاذ يوسف متغيرات دولية في المشهد في المنطقة، ليس فقط في المنطقة العربية ولكن في الشرق الأوسط بشكل كبير. أولا حالة من الاحتقان الشديد لدى كل الشعوب العربية، لأن المخطط الإسرائيلي ظهر وبقبح كبير من أنه يريد يعني تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها وتصفية هذه القضية، وهو ما لن تسمح به الدول العربية ولا حتى كل دول العالم، لأن ذلك لا يتوافق مع قرارات الشرعية الدولية ولا قرارات مجلس الأمن ولا حتى من الناحية الإنسانية، لأن شعب كهذا العدد من الشعب في قطاع غزة أكثر من 2.5 مليون نسمة أين سيذهبون، وفي ظل حالة كبيرة من السخط الدولي والشعبي الكبير على حكومة الاحتلال الإسرائيلي. النقطة الأخرى خطورة تحول الصراع بشكل كبير إلى حرب إقليمية وتدخل كثير من الأطراف الذي سيجعل المنطقة تشتعل وبشكل كبير وتصبح كرة الثلج التي تكبر وبرميل بارود ينفجر في أي لحظة. ودي كان في تصريحات واضحة جدا من وزير خارجية إيران أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن تلجم إسرائيل إن أرادت ألا يكون هناك حرب إقليمية في المنطقة، وده مؤشر خطير أيضا لأن يكون هناك أطراف إقليمية تتدخل في هذا الصراع، بالإضافة إلى أن هذا الشكل من الصراع على واقع الأرض يظهر وبقوة أن هذه بيئة خصبة لانتشار التنظيمات الإرهابية وتغذية الصراعات وفقد الدولة الوطنية قوتها، وده هيؤثر بشكل كبير ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط ولكن على كل دول العالم. نعم نعم. الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.